أعتقد أنه العقوبة واضحة والقرار واضح جدا بالنسبة لي، لأنه دائما اللوائح موجودة وبفقرات وببنود واضحة. شاهدنا يمكن لجنة انضباط أعلنت حسب وجهة نظرها عن عقوبة عوض خميس بناء على بنود محددة. من وجهة نظري أنه النصر اتجه للاستئناف من أجل فقط كسب الوقت من أجل تسجيل اللاعبين. هذا يحدث يمكن في بعض الأندية اللي عليها قضايا سواء على مستوى الاتحاد السعودي أو اتحادات لأجل تسجيل أخرى اللاعبين، تلجأ إليها بعض الأندية. عفواً، لأجل إيش؟ لأجل تعليق أي استئناف أخوي محمد لما يتقدم فيه سواء لاعب أو نادي ويحول لجنة الاستئناف، دائما ما يرفع بشكل مؤقت حتى يتم البت فيه سواء من مركز التحكيم الرياضي أو من محكمة كأس الرياضية اللي هي تتبع الاتحاد الدولي للفيفا. أنا أفسرها تفسير واحد، أنه إن إدارة النصر اتجهت لهذا الأمر من أجل تعليق العقوبة والسماح لها بالتسجيل، وعلقت عقوبة منع النصر من التسجيل. هذا موضوع النصر مختلف عن موضوع اللاعب، هنا اللاعب أيضا للاستفادة منه حتى يتم البت في موضوع من مركز التحكيم الرياضي. أنا بالنسبة لي أرى أنه التأخير كان غير مبرر فيه. هل يلام النصر أنه يستغل مثل هذه الأمور؟ لا 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 يلام. أنا بالنسبة لي سواء للاعب أو للنادي ايضا ترى يعني حتى نادي الهلال قدم استئناف، غرم العمري قدم استئناف، وجميعهم عندما تحول الموضوع الى مركز التحكيم الرياضي علقت العقوبات. لكن التاخير سواء حين تقديم الاستئناف ومن ثم تعليق العقوبه، وايضا الان ممكن يكون في تاخير حتى في البت من العقوبه من مركز التحكيم، ارى انه غير مبرر. يعني اللوائح واضحه، العقوبه واضحه اصدرت من لجنه الانضباط. اي حق، اي طرف له الحق في انه يتقدم باستئناف، تقدمت باستئناف، ما اعتقد انه تحتاج اشهر من اجل انه المباحثات والاخذ والرد في هالموضوع لاصدار قرارك. انا اشوف انه كان يعني شيء واضح، كان بالامكان انه ماذا لو خرج كان النصر او عوض خميس ببراءه في نهايه الامر مركز التحكيم الرياضي، ويكون قد تضرر كل هذا، وهو كان النظام يتيح له ان يرافع اكثر. يعني انا قلت لك انه بالنسبه لي ننتظر قرار مركز التحكيم الرياضي، وان كان يمكن زي ما قلت لك انا متاكد 100% انه سيصادق عليه، انه سيصادق على القرار، وما تم هو فقط لاخذ مزيد من الوقت وكسب الوقت اللي اولا تسجيل اللاعبين وثانيا للاستفاده من خدمات اللاعب، طالما انه هناك تاخير في عدم البت في القضايا دائما ما تحصل في